مرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم جديد خليها ترندي. هذا البرنامج غيقربكم في حصريات النجوم والمشاهير ديالكم داخل المغرب او خارج المغرب. ونبداو بخبر اليوم ديال اسماء بيوتي المؤثره المغربيه اللي ظهرت في صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الصوره فيها هي والزوج ديالها وليداتها وبعض المؤثرين والناس والمتتبعين تيصحبوه عقيقه. ولكن الغريب في الامر انه العقيقه غادي تكون هاد اليومين اللي غيتحضر فيها الفنانه المغربيه سعيده شرف. باش نتاكدوا في الامر غادي نتصلوا بسعيدة شرف مباشرة وغادي نشوفوها واش غادي تحضر، واش جاها الطلب من عند أسماء بيوتي، وكثير من الأمور اللي غنتكلموا معها فيها. بقاو معنا باش ناخذ هذا الاتصال. وانتم الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الفنانه سعيده شرف، اهلا وسهلا، مرحبا. غادي يكون اتصال مفاجئ معك الاعلامي سهيل. اهلا اهلا قسم الاجرام. لاباس عليك؟ بخير، امور هانيه؟ بابا قلتي بخير الحمد لله. حنا تنعيطوا للفنانه على غفله باش ناخذوا الامور سكوب الجديد ديالها. اختي سعيده، تنعرفوا انه عندك شي حاجه جديده باذن الله اللي هو فيديو كليب غادي يكون في هاد اليومين، واش هادشي صحيح ولا؟ صحيح، اكيد عندي اغنيه سميتها يجي ويقولوا من كلمات البارولي ومن الحان هشام خاتير ومن اخراج ديال كريم بنيس. فعلا اغنيه فيديو كليب ان شاء الله. مرحبا بكم تكونوا معنا. بارك الله فيك سعيده. بغيت نوضح اكثر، عندك واحد المارك غادي تطرحيها في هذا الاسبوع، واش حتى هي كاينه ولا اشاعه؟ لا ما غاديش نطرحها الاسبوع. هي قريبا، ماشي بالضبط هذا الاسبوع، هذا الاسبوع يلاه مشغله في الكليب وداك الشيء. المهم قريبا جدا غتشوفوا ماركه ديال مستحضرات جميليه للنساء، ولكن طبيعيه 100%. عندها علاقه بالصحراء، عندها علاقه باللي برودوي ديال زمان، عندها بزاف ديال الحوايج اللي كانوا كيشوفوا كيتمنوني العيالات انه يشوفوني غادي كنديروا في الدار من وصفاتي وداك الشيء، ولكن حاولت نختزلوا في واحد لي برودوي اللي هما درتهم بطريقه طبيعيه وغتعجب العيالات كاملين. وان شاء الله نتمنى نكون عند حسن. الفنانه سعيده شرف، كل مواقع التواصل الاجتماعي تتكلموا الان على انك غتكوني في عقيقه ديال اسماء البيوتي. من جبت هذا الخبر قولي لي؟ واخا انه كاين هذا الشيء خبر صحيح. السيده عيطات لي غادي نخدم بحال كاع الناس. انا المشاكل الشخصيه ديال الناس كل واحد كيتحملها لنفسه، ولكن انا فنانه ديال الناس كاملين. فعلا، دونك هي عيطات لك باش تغني ليها؟ طالما انا الحاجه ما غضرنيش انا شخصيا. سعيده بيناتنا، طلبتي مبلغ خيالي ولا مبلغ ديال الصحبه ديال الفنانه؟ لا هذا الشيء ما غنتكلمش فيه، داك الشيء كيبقى خاص. فعلا، المهم ان شاء الله الا قدرنا الله غادي نكون عندها، ومرحبا بك ان شاء الله. شكرا لك سعيده على هذا الوقت اللي عطيتينا، وتبارك الله عليك. شكرا، شكرا. بارك الله فيك. شكرا. شكرا للفنانه المغربيه سعيده شرف على هذا الوقت، واكيد اكدت لنا انها غتكون حاضره عند اسماء بيوتي. مشاهدينا نتلاقاو في حلقه جديده مع ضيف اخر، مكالمه اخرى. دمتم في امان الله، الى اللقاء.